عدد القتلى ارتفع إلى 17 شخصا بسبب العاصفة القوية التي تضرب الإكوادور منذ 14 يونيو الجاري، والتي خلفت أيضا 28 جريحا وخمسة مفقودين، وفقا لما أفادت به الكتابة الوطنية لإدارة المخاطر. السلطات الإكوادورية كانت قد أعلنت أول أمس عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص جراء انهيار أرضي ناتج عن هطول أمطار غزيرة ضربت بلدة بانيوس دياغوا سانتا السياحية في مقاطعة تونغورا والإكوادورية. هذه الأمطار الطوفانية ألحقت الأضرار بالعديد من المنازل والطرقات والسيارات وتسببت في نفوق الحيوانات، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ضحايا محتملين. وعلى مدى الأيام الخمسة الماضية تسببت الأمطار في 79 حادثا خطيرا في 13 مقاطعة من مقاطعات البلاد، البالغ عددها 24 مقاطعة